أحبائي المشاهدين الان سنتناول حلقة جديدة في برنامج روح النبوة أو شهادة يسوع هي روح النبوة وتكلمنا عن وجود الله وتكلمنا عنه لا يوجد الا إله واحد وتكلمنا عن طرق أعلان الله عن ذاته ابتدأنا بالكلام عن أن أول كتاب الله يكلم به البشر هو الطبيعه او الخليقه. هذا الكتاب قبل الناموس ب 2500 سنه. امور الله غير المنظوره ترى منذ خلق العالم مدركه بالمصنوعات قدرته السرمديه ولاهوته حتى انهم بلا عذر. فقدره الله من خلال المصنوعات وابتدينا نشوف الفلك نمرة واحد يحدث بمجد الله السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه وشفنا الإعجاز أو لمحة من إعجاز الفلك واتكلمنا بعد كده عن الحيوانات وقلنا الكتاب بيقول في سفر أيوب 12 اسأل البهائم فتعلمك وطيور السماء فتخبرك اتعلم منها شوف عايشة ازاي وربنا مصب مدبر لها معيشتها ازاي وبعدين الطيور تأملوا الغربان شفنا الطيور برضو العينات عابرة كده عن بعض الطيور والان في هذه الحلقة سوف نتكلم عن الزواحف وما بعد ذلك الزواحف على سبيل المثال التعبان والحرباية الحرباء الثعبان عجيب قوي في حياته وفي عيشته والكتاب ما قالش تأملوا الثعابين ولا قالش يسأل الثعابين الثعابين دية على جنب حتى عندما يعتق الله الخليقة من عبودية الفساد ستعتق كلها إلا تعبان واللي مش مصدق يقرأ أشعياء 65 يشوف الحية واللعنة بتاعتها مستمرة بعد ما الله يفك اللعنة ويعتق الخليقة من عبودية الفساد العتق المذكور في روميا 8 فالتعبان أولا جسمه طويل فربنا حط الأجزاء المزدوجة في جسمه ورا بعض أنا عندي كليتين واحدة يمين وشمال عندي رئتين واحدة يمين وشمال الثعبان الأعضاء المزدوجة مش جنب بعضيها ورا بعضيها ده نمرة واحد نمرة اتنين لأنه بيصحى في التراب مناخيره لو ليه فتحتين في الأنف ها تدخل فيها الأتربة لا ربنا سد الأنف الفتحتين دول وخلاه يشم بطريقة أخرى يطلع لسانه من فمه كل شوية يلقط الريحة ويدخل لسانه جوه سقف حلقه في سقف الحلق في الخلايا خلايا في الشم فيشم طول ما هو ماشي عشان كده تلاقي تعبان طول ما هو ماشي يعمل كده ده الشم طيب بالنسبه للسمع برضو لو ليه اذنين هتتملئ تراب يبقى ايه العمل؟ ربنا يسد ودانه طب يسمع منين؟ عمله الخلايا السمعيه في بطنه طول ما هو ماشي على الارض بطنه على الارض يسمع ما يدور حواليه بالنسبه للاكل تعبان عشان ياكل ما بي مش بينضغ لا ينضغ الطعام لا يمضغ طعامه لكنه يبلعه بلع ويفترس فرائس اكبر من فكيه عشان يفترس الفريسه لازم تبقى قد الفكين فعشان بيفترس حاجات اكبر ربنا لغى المفصلة في فصله بين الفك العلوي والفك السفلي أنا وأي واحد وأي ثدييات عندها مفصلة لا ربنا خلاه ما فيش مفصلة يفتح فمه الفك العلوي يرتفع عن السفلي بغير حد يبلع حاجة أكبر منه بكتير وتدخل في فم في جوفه ويجري يستخبى لأن بعد ما تدخل الفريسة في جوفه بيفقد القدرة على الدفاع عن نفسه وعلى الحركه يبقى بالع يقولوا عليه بالع وفي مثل في الصعيد عندنا الشخص المتوه يقولك ده فلان ده بالع زي التعبان اللى بالع يدخل يستخبي لغايه ما يتهضم اللقمه بتاعته ويطلع بعد كده يمارس حياته مين اللى شلوا المفصله اللى خلقه عشان ايه عشان بيفترس دون ان يمضغ طعامه ده بالنسبه للتعبان وحاجات تانيه مفيش داعي لذكرها من ضمن الزواحف بقى الحرباية حرباء أو الحرباء بتتلون سموها حرباية بتتلون بالألوان تيجي في مكان أخضر يبقى لونها أخضر تروح مكان تاني صحراء يبقى لونها أصفر إيه الحكاية؟ الحكاية إن ربنا عمل لها أغشية شفافة خمس أغشية فوق بعض كل غشاء منهم فيه فقاعات فارغة فاضية مقسمة لأجزاء كده فاضية وبعدين كل غشاء منهم بيتملي بسائل لون معين فنخافت تفرز السائل الاحمر يمشي في الغشاء المخصص للون الأحمر فانت تشوفه حمراء اطمأنت تفرز اللون الاصفر في غشاء واللون الأزرق في غشاء تاني يتحطوا علي بعض يطلع أخضر تبقى مطمئنه. او لما تروح مكان فيه زرع تكتسب اللون الاخضر. في لون اصفر في اسف لون ابيض. في كل الالوان اللي في لون اسود. فبمزج هذه الالوان مع بعضها تديك عشرات الالوان المختلفه التي تناسب كل بيئه وكل حاله نفسيه عند الحربايه دي. مين عمل كده؟ مين من العلماء يقدر يعمل كده؟ مين خلق هذه؟ ما أعظم أعمالك يا أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت نيجي بقي للبر مائيات ونشوف السلحفة المائية بتبيض لو باضت في البحر السمك هياكل البيض تطلع الشاطئ تحفر وتدفن البيض وتبيض وتدفن وتبيض كمية كبيرة بحيث أنه لما يجي حيوان من الحيوانات ينبش وياخد بطين تلاتة يتفضل الباقي عشان يفقس وعشان تستمر الحياة بتاعت هذه الكائنات مين عمل كده؟ مين علمها؟ اسأل دول فتعلمك شوف ازاي؟ نيجي للتمساح وده عجيب قوي التمساح يتنفس من الهواء هو برمائي يتنفس هواء لكن يقدر ينزل تحت المية لمدة ربع ساعة ربع ساعة تحت المية ما ياخدش نفسه ويطلع تاني ياخد نفسه كل ربع ساعة يطلع وينزل الحوت كل تلت ساعة الحوت ياخد نفس كل تلت ساعة ويطلع وينزل إنما التعبان إنما التمساح كل ربع ساعة التمساح في حاجة تانية برضو عجيبة لما بيفترس الضحية هو بيلبت في 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 الغمقات المكان الضحل يعني عشان ما يبانش يبقى لونه بلون الطين ولما يلبد هناك تلاقي يفضل قاعد يومين ثلاثة مستني فريسة تعدي أول ما يلاقي الفريسة يمسكها ويجرها ويشدها تحت المية تفتص بعد ما تفتص يبلعها ياكلها يعني بالمية بتاعتها بعد ما كل عايز يهضم لازم يرجع المية فلو رجع المياه من جوفه هيطلع معاها الأكل فربنا عمل له حاجه تطلع الميه من غير الاكل تصفي الميه عمل له قناتين طلعين من معدته الى عينيه القناتين دول يطلعوا الميه بعد ما ياكل فبعد ما ياكل ويشبع يطلع على الشاطئ تطلع الميه من عينيه يقول لك دي دموع التماسيح بيبكي على مين على اللي كاله ابدا هو دي وسيله للتخلص من الماء الزائد نيجي السمك ودي حكايه طويله بقى ما فيش نقدر نحكي عنها عشرات والاف الانواع من الاسماك كل منها لها ما يهيئها للعيشه في البيئه بتاعتها والان نخرج الى فاصل ايها الاحباء ثم نستكمل حديثنا بعد ذلك. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. ان كان لديك اي سؤال او استفسار او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو راسلنا على البريد الإلكتروني info كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على do box 3610 seal beach california 90740 عدنا اليكم ايها الاحباء بعد الفاصل لنستكمل حديثنا عن اصبع الله في الخليقه وكيف ان يد الله ظاهره وواضحه لكل ذي عينين عن كيف يدير الله هذا الكون وكيف يوائم او يجعل كل حيوان او كل مخلوق يتوائم مع البيئه المحيطه به. اتكلمنا عن السمك ودلوقتي هنتكلم عن الحوت. الحوت طوله بيبلغ في بعض الاحيان الى عشرين متر يصل الى عشرين متر الراس تلت الحجم يعني طولها حوالي سبعه متر والفك بتاعه الشق بتاعه حوالي سبعه متر يفتح فمه ويقتنص كميه من المياه بكل ما حاوت من قشريات يغلق فمه وعنده حاجه زي شارب نازل من شفته من شفته العليا اسنان زي اسنان المشط اسمها البالين البالين دي زي سن المشط عنده لسان وزنه 3 طن تقريبا فيضغط محتوى فمه الخارج فتطلع المياه من البالين وتتبقى الجمبري او القشريات يبلعها في البلعة الواحدة يبلع حوالي تلاتة برميل جمبري يعني يونان على بعضه ما يطلعش برميل فان كان الكتاب بيقول ان, يونان إن الحوت بلع يونان فده مش مش عجيب وبعدين الحوت لا يمضغ يبلع بلع زي ما عندوش سنان الحوت ينزل تحت الميه كل تلت ساعه يطلع يتنفس يتنفس منين من نفوخه فوق في راسه من فوق فيه فتحة الأنف وفتحة التنفس يطلع الزفير ويسحب الشهيق وينزل تحت المية لمدة تلت ساعة نايم صاحي أوتوماتيكي بيطلع وينزل اللي خلقوا عمله كده وخلاله أنفه فوق عشان خاطر إيه يا دوب يطلع بي لسطح المية ويتنفس يعني مش لازم يطلع راسه كلها فشوف ازاي الخالق الحكيم عمل كده في هذه الكائنات يبقى شفنا دلوقتي اصبع الله في الفلك وشفنا اصبع الله في الحيوانات شفنا اصبع الله في الطيور شفنا اصبع الله في الزواحف شفنا اصبع الله في البرمائيات شفنا اصبع الله في الحيوانات البحريه دلوقتي هنرجع هنلجا الى ايه؟ خليقه اخرى وهي الحشرات. الحشرات دي برضه عالم كبير. طب لزومها ايه؟ احنا لسه كنا بنقول. ده حتى الذباب ليه فايده. مع انه بينقل الامراض لكن ليه فايده هنشوفها دلوقتي. مفيش حاجه ربنا عملها ملهاش لازمه. وملهاش عازه. كل هذا لخدمه الانسان. فالحشرات الكتاب بيقول اذهب الى النملة ايها الكسلان ايوب ست. يعني انا مش بتفرج عن النمل بمزاجي. هناك تحريض إلهي أن أنا أتأمل في هذه الكائنات وأشوف إزاي بتجمع طعامها في الصيف وتخزنه للشتاء وهناك شتاء أبدي قادم على الناس فلازم الناس تعمل تطعم تعمل طعام الحياة الأبدية وتاكل منه قبل ما الشتاء يجي النملة كمان مملكة النملة دي ما أقدرش أحكي عنها عايزة وقت لكن من ضمن الحاجات المرئيه قدام عينينا بلاش السراديب اللي تحت الارض والانفاق اللي بتعملها والجحور عايزين نشوف النمل وهو ماشي على اي مكان تلاقي النمل كله يمشي ورا بعضيه في طابور منتظم الطابور عمل لليمين دور كله لليمين دور للشمال دور للشمال دور مين بيوجههم؟ كل نمله وهي ماشيه بتفرز ماده كيماوية في الارض او في مكان ما هي ماشي والنمل اللي جاي ورا منها يعرف ان دي الخطوه الجايه خلص الخطوه دي الخطوه اللي بعديها تكون سايباله الماده الكيماوية وهو الخلفي يسيب للي بعده الامامي يسيب للخلفي والخلفي يسيب للي وراه يفضل النمل ماشي بهذه الكيفيه لا يضل طريقه مين عمل كده ليه ربنا هو اللي عمل كده بعد النمله نيجي ايه للعنكبوت العنكبوت ده برضو كائن عجيب قوي هناك اربعين الف نوع من العناكب الذكر اسمه عنكب والانثى اسمها عنكبوت والكل بقى اسمه ايه عناكب فالعنكب او العنكبوت اولا كائن هش ضعيف لكن ربنا عمله في الأزرع بتاعته نظام هيدروليكي زي الرافعة بتاعت الونش الونش عشان يرفع الدراع بتاعته دي فيها كباس أو مكبس هيدروليكي وفي خيط المكبس مثلا عشان يضغط والخيط عشان يشد العنكبوت عنده كده عنده المكبس الهيدروليكي في في او في اذرعه وعنده الوتر اللي يشد هو والجراد. الحاجه دي عملوها اخيرا في القرن العشرين في في الونش وغيره. فلكن دي موجوده في العنكبوت من ساعه ما ربنا خلقه. نستكمل حديثنا عن العناكب في الحلقه القادمه بمشيئه الرب. والى اللقاء في حلقه قادمه